نعم شكرا سيد المستشار، ولكن كنظن ماشي فقط هذه الحكومة ولكن الدولة، قطاع العالم القروي هو العالم القروي استراتيجي، استثمارات فيه كنظن كتعرفوها، فين كنا في الضوء فين ولينا، في الماء فين ولينا، الطرقان فين ولينا، الفلاحة فين ولينا، لابد صحيح. لذلك دائما كنبغي الاعتدال في الحكم على الأشياء، نقولوا تحقق ما تحقق ولكن راه مازال كاين الخصاص. احنا درنا جرب وزارة التجهيز 50,000 كيلومتر خصص في العالم القروي ما في المناطق الجبلية، وزارة الداخلية دارت واحد الجرد، اتفقنا جمعنا درنا برنامج اليوم للعالم القروي، عطى الانطلاقة ديالو جلالة الملك ديال 50 مليار درهم، 36 مليار درهم خاصة بالطرق، وراه الآن وزعت على جميع الجهات، الآن راه قائم الآن لتحديث الأولويات في الجامعات إن شاء الله، باش الجامعات اللي ما استافدتش تستافد تعطي لها الأولوية، اللي محاصرة في الجبال تعطي لها الأولوية، جزء من اللي فات الدار عيب التوفنة العاودي تقاد باش يولي صامد أمام 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 يعني الظروف يعني الطبيعية، ثم أيضا مشينا في الاتجاه ديال جزء مما أنجز سابقا سيصبح على حساب وزارة تجهيز النقل، لأن نحن بصدد إعادة هيكلة الشبكة الطرقية، الآلاف من الطرق ديال العالم القروي غتولي تابعة للوزارة، وبالتالي الصيانة ديالها تكون تابعة للدولة وليست للجامعات الترابية. أنا أشكر السيد المستشار المحترم على التوازن، يعني الحديث عن ما قامت به الدولة، الحكومات كل حكومة كتقوم بالدور ديالها الحكم للشعب المغربي، فلكن في نفس الوقت أشكرك على أنك تكلمتي على أمور يحتاجها. أنتم تعلمون أن هذه الجهة بالخصوص استثمر فيها في الطرق أكثر مما استثمر في 15 سنة الماضية بالأرقام، لأنها وهذا ربما جا وقتها، ماشي حتى لا ألوم أي طرف، جا وقتها. ثم حنا الآن التصور اللي عندنا لهذه الجهة بالخصوص أن نربطها مع أكادير بطريقة سلسة مع مراكش، وتلاحظوا الاستثمار الضخم الآن على مستوى تشكا 1.5 مليار ديال الدرهم، والحمد لله النتائج بدات تتبان، أن نربطها مع وسط البلد من خلال بني ملال، تنغير في اتجاه بني ملال، وشفتوا القرار اللي خدينا ديال أنه المناطق السياحية بدينا كنقدوا الطرق ديالها، وخاصة تودغال اللي الآن تبدو جميلة الطرق ديالها، ثم أيضا أن نربطها مع فاس مكاس ومع وجدة، فاحنا غنحدوا الأولويات، لأن ملي حسبنا لقينا الملايير. فانتم عارفين الامكانيات ديال البلاد، كنحاولوا نوزعوها بطريقه عادله. السؤال اللي غادي يجي من بعد كيتكلم على التوزيع العادل للمشاريع التنمويه على البلاد، اللي غادي نشرحوا فيه شنو هي المقاربه. المقاربه مبنيه على اولا هذه الامكانيات يعني نوزعوها بطريقه عادله، انه كاين واحد النوع من الاولويات، نوع من الشفافيه، حوار مع المنتخبين، والمقاطع اللي تكلمتوا عليها كلها مقاطع تحظى ان شاء الله بالاهتمام. انا اميل الى انه من تنغير الى بني ملال تفتح لكم افاق التعامل التجاري بالخصوص التواصل مع اربعه الجهات، مراكش، بني ملال، الدار البيضاء والرباط، وهذا شيء مهم دون ان نلغي بطبيعه الحال المحاور الاخرى اللي بدينا فيها بالمناسبه الطريق العاشره بدينا فيها، راك شفتوا الحلول ديالها جديده.